بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيد القادات وقائد السادات محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم صل على النبي محمد واجعله شافعا لنا يوم غد. أما بعد، بفضل الله ومنه وكرمه ما زلنا نواصل هذه المحاضرات الطيبة الماتعة النافعة، وما زلنا مع هذه الدورة المباركة، وهي دورة التجويد المتقدم برواية حفص عن عاصم برعاية الدرر الحسان في القراءات العشر للقرآن. مراجعة سريعة للمحاضرة السابقة. تحدثنا في لقائنا السابق عن أحكام النون الساكنة والتنوين كمدخل، وعرفنا النون الساكنة وبينا محترزات التعريف نحو ينهون. قلنا النون الساكنة هي نون خالية من الحركة، في ينهون النون الأخيرة متحركة، من آمن النون الأخيرة متحركة فخرجت من هذا القول، وأيضا هذا من محترزات التعريف. هنا أيضا خرج قولنا وصلا ووقفا في كلمة نستعين ويخدعون في حال الوقف فقط، إذن هذه خرجت من قولنا نون ساكنة خالية من الحركة وسكونها ثابت خطا ولفظا ووصل ووقفا. إذا في حال وصل هذا المثال الموجود أمامنا كلمة نستعين أو يخدعون، هذه الكلمات الموجودة أمامنا على الشاشة لم تدخل ضمن التعريف. وقلنا أن النون الساكنة توجد في الأسماء والأفعال والحروف، وتكون في الأسماء والأفعال متوسطة أو متطرفة، أما في الحروف فلن تكون إلا متطرفة. وعرفنا التنوين لغة واصطلاحا، ثم فرقنا بين النون الساكنة والتنوين، وبينا أن بعض الكلمات رسمت على شاكلة التنوين. النون الساكنة في بعض الكلمات رسمت على شاكلة التنوين، وهي في كلمة وليكونا، وأيضا كلمة لنسفعن، وأيضا كلمة وإذا. على خلاف بين العلماء هل تقسم بالنون أو التنوين هذه كلمة وإذا، لكن إذا رسمت بالتنوين فهي على الرأي بعض العلماء أنها نون ولكنها رسمت على هيئة التنوين. وأيضا قلنا أنه رسم التنوين على صورة النون في كلمة واحدة وهي كلمة وكأي. ثم انتقلنا إلى أحكام النون الساكنة والتنوين، وهذا قول الإمام الجمزوري: للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني، بين أنها أربع أحكام. وأيضا قال الإمام ابن الجزري: وحكم تنوين ونون يلفى إظهار إضغام وقلب إخفى. إذا للنون الساكنة والتنوين باعتبار ما يأتي بعدها من حروف الهجاء أربع أحكام، وهي الإظهار الحلقي والإضغام والقلب والإخفاء الحقيقي. وتحدثنا في لقائنا السابق عن الإظهار الحلقي، وقلنا أن حروف الإظهار الحلقي هي ستة أحرف مجموعة في أوائل الكلمات الموجودة أمامنا على الشاشة: أخي هاك علما حازه غير خاسري، أي الهمز والهاء والعين والحاء والغين والخاء. وعرفنا الإظهار الحلقي لغة واصطلاحا، وبينا قول الإمام الجمزوري: فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ست رتبت فلتعرفي، همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. وبينا هذه الأمور الموجودة أمامنا على الشاشة، وقلنا سبب مثلا تسمية الإظهار الحلقي بهذا الاسم لأن جميع حروفه تخرج من الحلق، وسبب الإظهار هو بعد المخرج، وقلنا أنه قد يأتي في كلمة أو في كلمتين مع النون، وطبعا لابد أن يكون في كلمتين مع التنوين. ومثلنا على ذلك بأمثلة كثيرة مثل الموجودة أمامنا على الشاشة، وبينا كيف ضبط الإظهار في القرآن الكريم، وقلنا أن العلماء وضعوا رأس الحاء الصغيرة أي السكون فوق النون الساكنة، وجعلوا تراكب التنوين والتساوي والتوازي بين الحركتين في التنوين. كل هذا تحدثنا عنه بالتفصيل، وأيضا قلنا أنه علامة تنوين الضم في القرآن إذا جاء بعده إظهار حرف مظهر بأنه يكون تراكب وترسم الضمة الثانية عكس الأولى مع مسح رأس الضمة الثانية. بهيك بكون راجعنا محاضرتنا السابقة. مين عنده سؤال أو استفسار في المحاضرة السابقة؟ الأمور واضحة؟
طيب، محاضرتنا اليوم محاضرة مهمة جدا، وهي استكمال للباب السابق، ألا وهو باب أحكام النون الساكنة والتنوين. في لقائنا السابق قلنا أن أحكام النون الساكنة والتنوين تنقسم إلى 4 أقسام: الإظهار الحلقي والإضغام والقلب والإخفاء الحقيقي. وقلنا أن الإظهار الحلقي له 6 أحرف، هي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، وتحدثنا عنها بالتفصيل في لقائنا السابق. وقلنا أن الإضغام مجموعة في 6 أحرف هي يرملون، وهي ما سنتحدث عنه بإذن الله تعالى في لقائنا لهذا اليوم بإذن الله تعالى. الإضغام، لو عرفنا الإضغام ماذا نقصد بالإضغام؟ الإضغام في اللغة هو الإدخال أو الدمج أو الخلط، أما اصطلاحا فهو إدخال حرف ساكن في آخر متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا من جنس الثاني، أي من جنس الحرف الثاني، ويرتفع عنهما المخرج ارتفاعا واحدا. إذا أضغمنا مثلا من وال، قلنا موا، إذا أدخلنا الحرف الأول في الثاني وجعل حرفا واحدا من جنس الحرف الثاني، أي في المثال الذي ذكرته، أي انقلب إلى واو وارتفع عنهما المخرج ارتفاعا واحدا. لحظة، أقول موا موا موال، إذا أنا رفعت المخرج أو ارتفع المخرج عنهما ارتفاعا واحدا. إذن عرفنا الإضغام بأنه إدخال حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصبحان حرفاً واحداً مشدداً من جنس الثاني. أحرف الإضغام مجموعة في كلمة واحدة وهي كلمة يرملون، هي 6 أحرف: الياء والراء والميم واللام والواو والنون. ويقسم الإضغام إلى إضغام بغنة وإضغام بغير غنة، سنتحدث عن ذلك بالتفصيل بعد قليل. ويأتي الإضغام في كلمتين فقط مع النون والتنوين. التنوين طبعا يا جماعة هذا لن نتحدث عنه، الأصل لن نتحدث عنه لأنه شيء بديهي لن يكون إلا في كلمتين. أما النون الساكنة فلن يكون في الإضغام إلا في كلمتين. لو لاحظنا وتذكرنا في لقائنا السابق تحدثنا عن الإظهار، قلنا بالنسبة للنون الساكنة قد يكون في كلمة أو كلمتين، لكن في الإضغام لن يكون إلا في كلمتين. طب في أمثلة أنه يكون في كلمة واحدة، يعني ممكن أن تأتي النون الساكنة وبعدها أحد أحرف يرملون في كلمة واحدة؟ نقول نعم. طب ما حكمها؟ بعد قليل سنتعرف على ذلك بالتفصيل بإذن الله تعالى. قلنا إحنا قبل قليل أنه يقسم بغنة وغير غنة. طب ماذا نقصد بالغنة؟ وهذا إن شاء الله سنتعرف عليه في باب المخارج، وسنتحدث عن موضوع المخارج بطريقة بإذن الله تعالى طريقة جميلة وطريقة فيها نوع من التجديد لموضوع المخارج بإذن الله تعالى. لكن مبدئيا ماذا نقصد بالغنة؟ هي صوت يخرج من الخيشوم ملازم للنون ولو تنوينا، سواء النون أو التنوين، وأيضا ملازم للميم. نقول هذا الصوت الذي يخرج من الخيشوم، أي ما يعرف بالأنف، ما وراء الأنف، هذه المنطقة تسمى الخيشوم. هذا الصوت هذا الصوت الذي يخرج ويشبه صوت الغزالة أو أنين الغزالة الصغيرة يسمى الغنة. إذا ما هي الغنة؟ صوت يخرج من الخيشوم وهو ملازم للنون أو التنوين بشكل عام، وأيضا للميم. عندنا ملاحظة مهمة: الإدغام بغنة بمقدار حركتين، والحركتين تعادل إما ألفاً أو واواً أو ياءً. وهذه النقطة مهمة جداً يا جماعة، موضوع الحركات موضوع في نوع من الخلاف بين العلماء في تشبيه هذا المد بشيء معين. بماذا؟ بعض العلماء يقول الحركة هي مقدار قبض الأصبع أو بسط الأصبع، وبعض العلماء قال لا، قبض الأصبع أو بسط الأصبع يختلف من شخص إلى شخص، ويختلف في مراحل العمر نفسها. أنا في مراحل عمري إذا كنت صغير يختلف عن إذا كنت مثلا شاب، يختلف عن إذا كنت كهل، أيضا يختلف الأمر بين المرأة والرجل. إذن هذا الأمر غير دقيق. طب لماذا غير دقيق؟ كما قلنا
فالخلاف الذي يحصل بين الناس وفي مراحل العمر الواحد، مراحل العمر الإنسان الواحد، هذا يجعل عدم ضبط لأحكام التجويد وأحكام القرآن. طب ما هو العمل؟ قالوا لا، قالوا إحنا ممكن نحدد المقدار الحركة بالحركة نفسها، بمعنى أنه أنا فتحة لما أقول ف، هذه الحركة ف أو ب أو ج، هذه الحركة اللي أنا نطقتها هذه حركة واحدة. لو أنا أتيت بحركة أخرى يعني ف وف، هذه الحركتين اللي أنا أتيت بهم تعادل ألف. لما أقول ف ف ف، إذن هذه الألف التي نطقتها أنا التي قدرت بحركتين هو ما سنتعامل معه. إذن مقدار قبض الأصبع وبسط الأصبع هذا الأمر غير دقيق ولن نتعامل فيه. إذن الحركتين ماذا تعادل؟ تعادل إما الألف أو الواو، يعني قبل قليل قلنا ف ف، ممكن نقول فو فو فو، هاي حركتين، أو الياء لو قلنا في وفي في. إذن هذه الحركة والحركة عندما نضمهم على بعضهم البعض فيصبح عندي مقدار الحركتين التي سأتعامل معه في موضوع المدود عندنا في القرآن. إذن قلنا تقدر بمقدار حركتين، والحركتين تعادل إما ألف أو واو أو ياء. هناك سؤال يعني قد يطرح، أنت تقول الإدغام ويمكن نضغم الحرف الأول في الثاني، طب ما هي فائدة الإدغام؟ هل للإدغام فائدة؟ نقول نعم، الإدغام له فائدة عظيمة وله فائدة جليلة. ما هي هذه الفائدة؟ فائدة الإدغام هو التخفيف والتيسير وسهولة النطق. لاحظ أنا لما أقول موال أفضل ما أقول منوال، فيها نوع من الثقل، لكن لما أقول موال من يعمل فيها نوع من التخفيف على المتحدث أو قارئ القرآن بشكل عام. طبعا نحن نتحدث عن المتحدث حتى في اللغة، عندما أقول من يعمل غير ما أقول من يعمل، فيها نوع من الثقل من يعمل، لكن من يعمل أخف. إذن ما هي فائدة الإدغام؟ هي التخفيف والتيسير وسهولة النطق على المتكلم. طيب عندنا أقسام الإدغام. الإدغام يقسم إلى قسمين، إما إدغام بغنة، إحنا عندنا لحروف الإدغام بشكل عام 6 أحرف، هي حروف يرملون أو يرملون. إذا عندنا الياء والواو والراء واللام والنون والميم، هذه 6 أحرف. إذا قلنا وقسمنا الإدغام إلى قسمين وقلنا إنه الإدغام بغنة حروفه، ما هي حروف الإدغام بغنة؟ قال العلماء حروف الإدغام بغنة هي 4 أحرف، وهي الياء والنون والميم والواو، يكون معها في حال الإدغام غنة. إذن هذا يسمى إدغام بغنة. والقسم الثاني هو إدغام بغير غنة، وهي الحروف المتبقية وهي اللام والراء. إذن مجموع ينمو مع اللام والراء هي 6 أحرف، هي يرملون، قسمت إلى قسمين، إدغام بغير غنة مع اللام والراء، وإدغام بغنة مع حروف ينمو أي الياء والنون والميم والواو. مثال على الإدغام بغنة، الياء عندنا طبعا الياء والنون والميم والواو، عندنا في الياء مثلا من يقول، ها من يقول، أضغمنا النون في الياء أصبحت حرف واحد مشدد من جنس الحرف الثاني من ي، وأتينا مع هذا الإدغام بغنة من يقول، بالتنوين نحو شرا يره تصبح شرا يره هكذا. ولن نشرك، أضغمنا النون الأولى في النون الثانية وأتينا بغنة مع ذلك، ولن، لاحظوا ولن، هذا الصوت اللي أنا الآن عندما ضغطت على الأنف، ضغطت ورفعت اليد ثم ضغطت عدة مرات ورفعت وكنت أرفع، أصبح الصوت يتقلب. ها أعيده، ولن، أتمنى إن شاء الله تكون واضحة تكون الصوت. هذه الغنة التي أخرجتها هي مع الإدغام في النون، إذن ولن نشرك شيء نكر، إذن أيضا هنا في إدغام مع الغنة.
بالنسبة للميم ممال مم ها مم ممال إدغام مع الغنة، خير من أيضا إدغام مع الغنة. طب ممكن أنا آتي فيها بإدغام بغير غنة؟ ممكن، وهذا خطأ. يعني ممكن بعض نسمع منه خير من، أو مثلا من يقول شر يره. الآن أنا لم آتي بغنة وهذا خطأ. نحن نتحدث عن رواية الإمام حفص، وأيضا أغلب الروايات، جميع الروايات إلا طبعا الإمام خالف عنده في إدغام بغنة في من يقول شر يره، لكن بشكل عام الأصل أن نأتي هنا عند من نقرأ له، سواء الإمام ورش، الإمام قالون، الإمام حفص، لابد أن نأتي بغنة مع الياء والنون والميم والواو. الواو نحو ميو ميواق ميو ميواق، لابد من الغنة. شيء وكيل، إذا لابد أن نأتي بالغنة مع الإدغام. إذن الإدغام يقسم إلى قسمين، قسم إدغام بغنة وهي مع حروف ينمو الياء والنون والميم والواو، وقسم إدغام بغير غنة، وهذا ما نأخذ عليه الأمثلة التالية. لكن ننتبه أن الإدغام بغنة يصاحبه غنة مطولة مقدارها حركتين. الإدغام مثال على الإدغام بغير غنة، عندنا طبعا اللام وعندنا الراء. مثال على اللام من لدنه، ها من لدنه، لا يوجد عندنا غنة، لا نقول من لدنه، من هذا خاطئ في رواية الإمام حفص من طريق الشاطبية. طب كيف نقرأ من لدنه؟ شداد شداد لا شداد لا، أي أيوة عندنا تقرأ من لدنه شداد لا. إذا ننتبه إلى عدم الغنة إذا أدغمنا النون الساكنة أو التنوين في اللام. طب بالنسبة للراء من ربك وغفور رحيم أيضا، طب كيف تقرأ من ربك؟ من ربك. وننتبه يا جماعة إلى الخطأ الشائع الكثير نسمعها، من ربك يعني يقعر اللسان ويأتي بأشياء غريبة. الأمر بكل أريحية، من ربك من ربك، بكل أريحية تخرج معنا هذه الراء. غفور رحيم تقرأ غفور رحيم، غفور الر غفور الر غفور الرحيم، هكذا تقرأ أيضا بكل أريحية. ممكن نستذكر شيء، الآن نرى في غفور الرحيم هذا الشكل للتنوين، الكلمة التي بعد كلمة رحيم ما هي أو بماذا تبدأ؟ من يقول لنا؟ ممكن نعرف من هذا الشكل ما هو الحرف الذي يأتي بعدها؟ الأخت عبير تفضلي. وراها حرف مزهر إزهار حلقي. الله ينور عليك. طب كيف عرفتي؟ علشان التنوين عليه علامة الواو الصغيرة وعليها النون مقلوبة، فمعروف على طول إن هي إزهار حلقي. ولا الله ينور حرف إزهار حلقي إن شاء الله. الله ينور عليك، ما شاء الله. تمام، بدون ما أعرف إيش الحرف، أنا الآن مش معنى إيش الحرف الذي خلفها، لكن أنا متأكد أنه أحد الأحرف الستة، الهمزة أو الهاء أو العين أو الحاء أو الغين أو الخاء. هذا أمر ضروري نبدأ نلاحظ هذا الأمر ونعرف هذا الأمر. لكن لاحظوا في غفور رحيم هنا، لاحظوا هنا على الراء غفور رحيم، هنا التنوين عندنا الذي بعده راء، لأنه هنا إضغام، فرسم هذا التنوين ليس على هذه الشكل، إنما رسم بشكل أخرى. الآن السؤال، هل هذا الأمر يطبق على جميع القرآن؟ إذا جاءت النون الساكنة أو التنوين وبعد أحد أحرف يرملون، هل يطبق عليه في جميع القرآن؟ نقول نعم في جميع القرآن، لكن لكل قاعدة شواذ، وهناك بعض المستثنيات. ما هي هذه المستثنيات؟ لنرى مستثنيات الإدغام. لا تدغم النون الساكنة في أحرف الإدغام إذا اجتمعا في كلمة واحدة، وإحنا قبل قليل قلنا لابد أن تكون النون في كلمة وأي حرف من الأحرف يرملون في كلمة أخرى. طب إذا كان في كلمة واحدة، قلنا هناك أمثلة موجودة في القرآن لكنه لا يجوز الإدغام وهو مستثنى. مثل ماذا؟ عندنا أربع كلمات في القرآن
الكلمة الأولى هي كلمة قنوان، هيها نون ساكنة وبعدها واو. صنوان، نون ساكنة وبعدها واو. بنيان، نون ساكنة وبعدها ياء. الدنيا، نون ساكنة وبعدها ياء. هل يجوز الإدغام هنا؟ أقول مثلا قوان، صوان، بيان، ديا. قالوا لا، إذن هنا لابد أن أظهر، ويسمى الإظهار بالإظهار المطلق. هذا الإظهار يسمى الإظهار المطلق. إذا لابد أن أقول قنوان، صنوان، بنيان، الدنيا، لابد أن أظهر. طب لماذا؟ طبعا بداية نقول الرواية، هذه الرواية هكذا قالت، لكن أيضا العلماء لهم أقوال في ذلك، قالوا حتى لتصبح مثلا من التضعيف، نحو مثلا صنوان لو قلت صوان قد يتبادر إلى الذهن أننا نتحدث عن الحجر الصلد اللي هو صوان، الحجر الزلط أو الحجر الصلد هذا المعروف، هذا يسمى صوان، فحتى لا يعني يختلط المعنى، لذلك لا نضغم، لكن ما يعنينا في النهاية أن الرواية قالت لا تضغم هنا. إذن قنوان، صنوان، بنيان، الدنيا، هذه الكلمات لا يوجد فيها إضغام، والسبب في ذلك أنه النون الساكنة اجتمعت مع حروف الإضغام في كلمة واحدة. طيب ماذا أفعل؟ لابد أن أظهر. ماذا يسمى هذا الإظهار؟ إظهارا مطلقا. أيضا لا يضغم الإمام حفص النون في الواو حال الوصل، وذلك في موضعين. الموضع الأول قوله تعالى ياسين والقرآن، لاحظوا نهاية ياسين نون، و والقرآن بدايتها واو، إذن الأصل أنه نضغم، وهناك بعض الروايات والقراءات الأخرى تضغم ياسين والقرآن، لكن رواية الإمام حفص من طريق الشاطبية لا يوجد فيها إضغام. حتى حفص عنده من الطرق الأخرى يوجد عنده إضغام، لكنه من طريق الشاطبية المشهور والمعروف والذي نقرأ به لا يوجد إضغام. إذن كيف تقرأ؟ ياسين والقرآن. إذن لابد من الإظهار، هذا الموضع الأول. الموضع الثاني قوله تعالى نون والقلم، لابد أن أظهر. لاحظوا نون نهايتها واو، نهايتها نون، والقلم بدايتها واو، الأصل أنه أضغم، لكن الرواية تمنعني من الإضغام فتقرأ نون والقلم، هكذا تقرأ. إذن عندنا القسم الأول الإظهار المطلق في أربع كلمات، قنوان، صنوان، بنيان، الدنيا، والأمر الثاني ياسين والقرآن ونون والقلم. الأمر الثالث لا تضغم النون في الراء في موضع سورة القيامة، لأنها أو لأن الموضع عليه سكت أو يحتاج إلى السكت، فيمتنع الإضغام، وهي قوله تعالى وقيل من راق، والسكت كما هو معروف يمنع من الحكم المعروف، وهنا طبعا الأصل أن يكون إضغام، لكنه لأنه هنا سكت عند الإمام حفص فلا يوجد إضغام، فتقرأ وقيل من راق، ولا يجوز لنا الإضغام أي إضغام النون في الراء. إذا عندنا مستثنيات الإضغام، هذه الأمور الثلاثة الموجودة أمامنا على الشاشة، الإظهار المطلق وهو يضم أربع كلمات، وموضعين خاصات بالإمام حفص وهي ياسين والقرآن ونون والقلم، وأيضا موضع بسبب السكت امتنع عنا الإضغام وهو قوله تعالى وقيل من راق. طيب نقول السكت، السكت ما هو تعريفنا للسكت؟ السكت، وهذا إن شاء الله راح نأخذه بالتفصيل فيما بعد بإذن الله تعالى، لكن مبدئيا هو قطع الصوت على النون مقدارا من الزمن يسيرا، مقدار حركتين دون تنفس، وهذه النقطة مهمة، معنية مواصلة القراءة في الحال. وقيل من راق، أنا انتظرت قليلا لم آخذ نفس وكان في نيتي مواصلة القراءة، فهذا يسمى بالسكت، وهذا إن شاء الله إن شاء الله كما قلت سنتعرف عليه بالتفصيل فيما بعد في لقاءاتنا القادمة بإذن الله تعالى. ملاحظة مهمة في قوله تعالى قاسين ميم، فاتحتي سورة الشعراء والقصص، لاحظوا سين ميم، نهاية السين عندي نون، وبداية الميم عندي ميم،
فهل أضغر وهذا في كلمة واحدة، ألا تشبه قنوان ودنيا وصنوان، ألا تشبه؟ نقول في الظاهر تشبه، لكن الحكم هنا إضغام. إذا في طاسيم هنا يجب عندي الإضغام في رواية الإمام حفص، فلا بد أن أضغم. إذا هذه لا تتبع القاعدة اللي قبل قليل قلنا في كلمة واحدة، وإن كان الرسم يبدي لي أو يهيئ لي أو يظهر لي بأنها كلمة واحدة، لكن لا يجوز لي الإظهار، إنما لابد من الإدغام في هذا المثال الموجود أمامنا على الشاشة. ممكن أحد منكم يسأل، لماذا تركنا الغنة مع اللام والراء؟ قال العلماء ذلك للتخفيف، لأنه بقائها مع حرف الراء وحرف اللام فيه نوع من الثقل. لاحظوا لو قلنا من ربك فيها نوع من الثقل، من لدنه فيها نوع من الثقل، لذلك قال العلماء ترك الغنة في هذا الأمر أي مع اللام والراء حين الإضغام، أي إضغام النون فيها أو التنوين طبعا، فذلك للتخفيف فلا يكون معها غنة. إذن كيف تقرأ من لدنه من ربك ولا نقول من ربك؟ قلنا السبب في ذلك، طبعا السبب الرئيسي هو الرواية، لكن قول العلماء في ذلك وتفحصهم في ذلك ونظرهم في ذلك بأنه ترك الغنة مع اللام والراء هو للتخفيف. عندنا أمر مهم جدا وبيان لأنواع الإضغام من حيث الكمال والنقص. في عندنا إضغام، بعد قليل سنتحدث عن إضغام كامل، وهناك نوع آخر إضغام ناقص. ماذا نقصد في الإضغام الكامل وماذا نقصد في الإضغام الناقص؟ الآن سنتعرف عليه بالتفصيل بإذن الله تعالى. إذن عندنا نوعين من الإضغام، الإضغام الكامل والإضغام الناقص. باب مهم وموضوع مهم جدا، وأتمنى عليكم جميعا أنكم تنتبهوا معي في هذا الأمر، بسيط جدا وسهل لكن يحتاج منكم إلى نوع من الانتباه. ماذا نقصد بالإضغام الكامل؟ هو إدخال حرف ساكن في آخر متحرك. لكن لحتى الآن أليس هذا هو الإضغام؟ تعريفنا الإضغام هو إدخال حرف ساكن في آخر متحرك، هذا تعريف الإضغام. الآن عندما نقول بحيث تذهب ذات الحرف الأول وصفته، هذا ما نقصد في الإضغام الكامل. إذن الإضغام الكامل في ذهاب الحرف الأول وصفاته، لا يبقى أي شيء من الصفات الخاصة به، وهو ذات نفسه الحرف كحرف يذهب. إذا بحيث تذهب ذات الحرف الأول وصفته، والآن هذه شيء آخر حتى يظهر للأمر، فيقول العلماء ويشدد الحرف الثاني تشديدا كاملا، ويكون ذلك في اللام والراء باتفاق العلماء. إذا ماذا نقصد بالإضغام الكامل؟ الإضغام لحاله هو إدخال حرف ساكن في آخر متحرك. وماذا نقصد بالكامل؟ نقصد بالكامل أن يذهب ذات الحرف الأول وصفاته، جميع الصفات تاعته تذهب، وفيه أيضا تشديد الحرف الثاني تشديدا كاملا. سنجد أن الحرف الثاني نقول من ربك، الحرف الثاني مشدد، وطبعا يكون في اللام والراء باتفاق العلماء. هذا تعريفنا للإضغام الكامل. إذا ما هو الإضغام الكامل؟ إدخال حرف ساكن في آخر متحرك بحيث تذهب ذات الحرف الأول وصفاته أو وصفته، ويشدد الحرف الثاني تشديدا كاملا، ويكون في اللام والراء باتفاق العلماء. هذا تعريفنا للإضغام الكامل. طب ما هو تعريفنا للإضغام الناقص؟ الإضغام الناقص هو ذهاب ذات الحرف الأول وبقاء صفته. أيوة، إذن يذهب الحرف الأول ولكن تبقى الصفة من صفاته وهي الغنة. طبعا احنا هنا نتحدث عن الإضغام الناقص بالنسبة للنون، تبقى الغنة المانعة من كمال التشديد. يعني عندما أقول مثلا من يعمل، هذه الغنة مانعة من كمال التشديد، ويكون طبعا عند الياء والواو باتفاق العلماء. إذن ما هو الإضغام الناقص؟ هو إدخال حرف ساكن في آخر متحرك مع ذهاب ذات الحرف الأول وبقاء صفة من صفاته أو بعض الصفات وهي الغنة. طبعا هنا حديثنا كما قلنا قبل قليل، نحن نتحدث في باب أحكام النون الساكنة والتنوين، هي بقاء الغنة المانعة من كمال التشديد
ويكون عند الياء والواو باتفاق العلماء. ممكن واحد فيكم يطرح سؤال يقول: أنت قلت قبل قليل عن الإدغام الكامل وفي اللام والراء بلا خلاف بين العلماء، والإدغام الناقص في الياء والواو. طيب إحنا نعلم أن حروف الإدغام هي يرملون 6 أحرف، أين ذهبت الميم والنون؟ نقول هذه الميم والنون فيها خلاف بين العلماء، فيها خلاف بين العلماء. إذا إدغام النون الساكنة أو التنوين في النون والميم يحتمل أن يكون ناقصاً إذا اعتبرنا أن الغنة الموجودة هي غنة الحرف المدغم. ماذا نقصد في الحرف المدغم هنا؟ من يقول؟ الميم أو النون أو ماذا؟ أبو عبد الله نصر الله. النون الساكنة والتنوين. الله ينور عليك أبو عبد الله، ما شاء الله، صح. إذا قلنا أنه ناقص، اعتبرنا أن الغنة الموجودة هي غنة الحرف المدغم، أي النون الساكن أو التنوين. إذا بعض العلماء قالوا: والله الغنة عندما أقول مثلا من مسد، هذه الغنة التي ذكرتها أو أتيت فيها هي غنة النون من، فيسمى ناقص أو نعتبر أنه ناقص. هذا إذا اعتبرنا أنه ناقص. وبعض العلماء قال: لا، هو إدغام كامل. لماذا؟ قالوا: لأن الغنة التي قرأناها أو الغنة الموجودة إنما هي غنة الحرف المدغم فيه، أي غنة النون أو الميم. غنة النون أو الميم، لما نقول مثلا مثال قبل قليل ميم مثل، عندما أقول ميم ميم، هذه الغنة اللي أنا أعطيتها أو أتيت فيها ليس غنة النون أو التنوين، ها ماذا؟ قالوا: هي غنة الحرف المدغم، أي النون التي بعدها أو الميم التي بعدها. طب في هذه الحالة ماذا يكون؟ نقول: يكون إدغام كامل. إذا بعض العلماء قالوا إدغام النون الساكن أو التنوين في النون أو الميم يعتبر ناقص إذا اعتبرنا أن الغنة هي غنة النون أو التنوين، ويعتبر كامل قسم آخر من العلماء قال: لا والله كامل. على ماذا قلتم كامل؟ قالوا: اعتبرنا أن الغنة الموجودة هي غنة النون أو الميم التي بعدها. طيب على ماذا العمل في القرآن؟ العمل في القرآن على أنه إدغام كامل. وبعد قليل سنأخذ ضبط المصحف وسنرى أنه النون الساكنة أو التنوين إذا جاء بعدها نون أو ميم سيضبط على أنه إدغام كامل. سليمة تفضلي. أم خلف. شيخنا، لماذا يحتمل أن يكون ناقصاً؟ لأن أصلاً النون هي غنة أصلاً فيه، في لأن النون والميم هي فيها الغنة ممزوجة مع الحرف، لماذا يكون هو أصلاً النون والميم والنون والتنوين أو الميم فيها الغنة أصلية يعني مركبة مع الحرف؟ تمام، الله ينور عليك. لذلك هم الآن لما أقول ومن نعمره ومن نعمره، الآن هذه الغنة اللي أنا أتيت فيها هل هي غنة النون الأولى أم غنة النون الثانية؟ ومن نو، هذا الخلاف وقع بين العلماء. أنا الآن عندما أضغم وأقول أنه ارتفاع المخرج عنه ارتفاع واحدة، الآن عندما يرتفع ونطقت هذه الغنة وأتيت بهذه الغنة، هل أنا أتيت بغنة النون الأولى أم غنة النون الثانية؟ وإذا كانت طبعا بعدها ميم، هل أتيت بغنة النون الأولى أم غنة الميم التي بعدها؟ هذا الخلاف الذي وقع بين العلماء. بعض العلماء قال: والله في تحليل لهذا الأمر قال: لا والله الغنة غنة الحرف الأول، لذلك اعتبروه ناقص. وبعض العلماء قالوا: لا، الغنة التي أنا أنطقها وأتيت فيها هي غنة النون أو الميم التي بعد هذه النون، لذلك لابد أن يكون كامل. خلاف بين العلماء، لكن هل يؤثر علي من حيث العمل؟ نقول: لا، لن يؤثر. أنا في كل الأحوال سوف أقول مما سد، فسوف أنطق بهذه الكيفية سواء كان كامل أو ناقص. لكن العلماء من باب التفصيل والتوضيح واهتمامهم بأمور القرآن وتوضيح أمور القرآن بينوا، بعض العلماء قالوا ناقص وبعضهم قال كامل، لكن كما قلت لن يؤثر عليه من ناحية عملية. أبو عبد الله. دكتور، بالنسبة للإدغام الكامل مش يزأ ذهاب الحرف وصفته وتجديد الحرف الثاني؟ نعم. طيب في مع الميم والنون، الميم والنون مشددة، مشددة في كل الأحوال، عندما نقول مما مشددة
لكن هنا الفكرة يرجع الآن للضبط، هل سأضع شدة أم لا أضع شدة؟ الآن رح نتعرف عليه. هو في كل الأحوال حتى في اللام لما أقول من لدنه أضغمنا وأصبح الحرف مشدد، لما أقول من يعمل في كل الأحوال هو الحرف الثاني مشدد، لكن هل الشدة سوف تكون موجودة في الضبط أم لا؟ هذا سنتعرف عليه بعد قليل بإذن الله تعالى. وصال لخت وصال تفضلي. دكتور يعني هذا الاختلاف يؤدي لاختلاف في مقدار الغنة؟ لا لن يؤدي إلى اختلاف، لأن الغنة خلاص الغنة مقدار الحركتين، وأنا لابد أن ألتزم بهذا المقدار سواء كان ناقص أو كامل، لن يؤثر. وأنا قلت لكم هو لن يؤثر علي من ناحية عملية، الفكرة فقط في تفصيل الأمر وتوضيحه من ناحية نظرية، من ناحية دراية فقط، أما من ناحية عملية لن يؤثر، سواء اعتبرته كامل أو اعتبرته ناقص لن يؤثر عليه مطلقا. إذا كما قلنا يحتمل إضغام النون السكنة أو التنوين في النون والميم أن يكون كامل أو ناقص. أستاذ نجاح رفع اليد. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أستاذ نجاح. يا أهلا، الله يسلمك ويحفظك دكتور. بالنسبة لمقدار الغنة تقاس بحركتين، البعض قال أنه لا تقاس حسب سرعة القراءة، وخاصة عندنا الغنة أكمل ما يكون، هل تكون بمقدار حركتين؟ طيب هو الأمر بشكل دقيق هو ليس الحركتين بالضبط، أنا لا أريد أن ندخل في خلافات العلماء وكذا، لكن هو من ناحية عملية ليس بمقدار حركتين بالضبط، لكن العلماء قالوا بمقدار حركتين ونحن نسير على هذا الأمر، لكن من ناحية عملية لن يكون ذلك، وأنا لا أريد أن ندخل في خلافات العلماء. يكفينا أن نعرف أن الغنة هنا بمقدار الحركتين، لكن هل الحركتين، السؤال الجميل اللي أنت طرحتيه بأنه هل الحركتين ثابتات؟ نعم ثابتات، لأنه أنا عندما قلت قبل قليل مقدار الحركة، هذا الأمر يجعل الأمر في نوع من المرونة. كيف يعني نوع من المرونة؟ يعني لما أقول حركتين وأقرأ بالحذر، نفس الحركتين راح يكون المقدار عندما أقرأ بالتدوير أو بالتحقيق. كيف؟ لأنه أنا في التحقيق سأقرأ ببطء، فمقدار الحركة راح يكون طويل، فأنا راح الأمر يتناسب في الحركتين مع مقدار القراءة أو كيفية القراءة. طب إذا قرأت بالحذر أيضا هناك في نوع من التناسب، لكن لحظة لو أنا قرأت أو قلت مقدار الحركة هو قبض الأصبع أو بص الأصبع، من يقرأ بالتحقيق سوف يوازي أو يساوي من يقرأ بالحذر، صاحب التحقيق سيقرأ نفس المقدار كما يقرأ أصحاب الحذر، وهذا الأمر مخالف. إذن الأصل أن نقول مقدار الحركة هي مقدار الحركة التي أنا أقرأ بها، إذا كنت أقرأ بالتحقيق سوف تكون الحركة أطول قليلا، وإذا كنت بالتدوير أقل قليلا، وإذا كنت أقرأ بالحذر أقل. فعندما أقول حركتين سوف يتناسب هذا الأمر مع مقدار أو سرعة القراءة التي أقرأ بها، لكن لو قلت قبض الأصبع وبص الأصبع هناك صار خلاف عندي في السرعة، سوف عندما أقرأ بالتحقيق ممكن أنه أنا أسرع عند الحركتين وهذا خطأ. إذن الأصل أن نقول مقدار الحركة هو مقدار الحركة التي أنا أقرأ بها. لو قلت الحمد الآن بالتحقيق، فالآن مقدار الحركة غير لما أقول الحمد، اختلف المقدار. طيب لماذا أقول أنا مقدار حركتين بمعنى الحركة؟ حتى يكون عندي الضبط لسرعة القراءة، وهذا إن شاء الله سوف نتعرف عليه بالتفصيل أكثر في موضوع المدود. نعم. نعم بس شوي حاجة ثانية. طيب إذا هي نفس المقدار دكتور، ليش نقول أكمل ما يكون؟ طيب ما هي حركتين، ليش أقول أكمل ما يكون؟ طيب هذا ولا أقول حركتين ولا لا؟ نعم. التفاوت في أكمل ما تكون والكامل وأنقص ما تكون والناقصة، التفاوت بيناتهم هذا بكمية الغنة وخروج الغنة، وهذا إن شاء الله رح نتعرف عليه بإذن الله تعالى عندما نصل، لا نريد أن نصل من الأحداث. جزاكم الله خيرا دكتور، شكرا. هذا في كمية الغنة وخروج هذه الغنة معي، هل هي كثيرة أم أقل أم أقل؟ هذا ما يقصد فيه العلماء أكمل ما تكون وأنقص ما تكون، هذه المراتب الأربعة. إذا نعود ونقول أنه
بعض العلماء قالوا احتمل أن يكون إدغام النون الساكن أو التنوين في النون أو الميم احتمل أن يكون ناقص على اعتبار أن الغنة هي غنة النون الساكن أو التنوين، واحتمل أن يكون كامل على اعتبار أن الغنة التي أتيت بها هي غنة النون أو الميم التي بعدها، وهذا ما عليه العمل في المصاحف الموجودة الآن بين أيدينا. إذا أنواع الغنة أو أنواع الإدغام بالنسبة للنون الساكنة والتنوين من حيث الكمال والنقص، إدغام النون الساكنة أو التنوين في الواو والياء إدغام بغنة وهو إدغام ناقص بلا خلاف. إدغام النون الساكنة أو التنوين في اللام والراء إدغام بغير غنة وهو إدغام كامل بلا خلاف. أما إدغام النون الساكنة أو التنوين في النون والميم إدغام بغنة وهو كامل على الراجح. يعني ما هو أو ما عليه العمل عندنا في المصاحف أو حسب ما يقول العلماء أنه كامل وذلك على الراجح في الأمر. طيب ما علة الإدغام؟ علة الإدغام مع بقاء الغنة أنها صفة قوية، يعني لماذا مع حروف ينمو هناك غنة ومع اللام والراء لا يوجد غنة؟ علة الإدغام مع بقاء الغنة أنها صفة قوية، هذه الغنة صفة قوية. فيلزمني إبقاء هذه الغنة لأنها قوية ولا أستطيع أن أهملها. أما علة الإدغام مع حذف الغنة المبالغة في التخفيف، وهذا قبل قليل تحدثنا عنه أنه العلة هي التخفيف. إذا الحذف الغنة مع اللام والراء المبالغة في التخفيف، وبقاء الغنة مع الحروف ينمو هي أن الغنة صفة قوية ولا أستطيع أن أهملها. كيف ضبط الإدغام الكامل والناقص؟ هذا ما سنتعرف عليه بعد قليل. ضبط الإدغام الكامل في المصحف، لاحظوا هذه الأمر بشكل عام في اللام أو الراء أو النون أو الميم. كيف ضبط مع النون؟ بتعرية النون الساكنة من السكون وتشديد الحرف الذي بعدها. طب مع التنوين؟ بتتابع حركتي التنوين مع تشديد الحرف الذي بعده. هذا بشكل عام، الآن راح آتي على الأمثلة، لكن بشكل عام ضبط الإدغام الكامل في النون الساكنة بتعرية النون الساكنة من السكون وتشديد الحرف الذي بعدها. طب في التنوين؟ بتتابع حركتي التنوين مع تشديد الحرف الذي بعدها. إذا التشديد موجود في الحرف الذي بعده سواء في النون الساكنة أو التنوين. لكن في النون بنعري هذه النون الساكنة من السكون، وفي التنوين نعمل نوع من التتابع للحركتين. مثال على ذلك، هاي في اللام من لدنه، لا يوجد على النون سكون وهي اللام عليها شدة. بقرة الله، تتابع الحركتين، أي الواو الضمة بعدها ضمة، تتابعنا في الحركتين واللام عندنا مشددة. هذا بالنسبة للام. طب الراء، من رأس، نفس الفكرة، النون لا يوجد عليها سكون والراء مشددة. شيء ربنا، كيف ستقرأ؟ شيء ربنا، هكذا في هناك تتابع للحركتين والراء مشددة عليها شدة. طب بالنسبة للنون، أن نهلك، النون لا يوجد عليها سكون والنون الثانية عليها شدة. إملاق النحل، التنوين هناك في تتابع والنون مشددة. طب بالنسبة للميم، مما، النون لا يوجد عليها سكون والميم مشددة. دابة من، نفس الفكرة، التنوين تتابع الحركتين موجود والميم عليها شدة. هذا بالنسبة للإدغام الكامل. طب الإدغام الناقص، ضبط الإدغام الناقص بتعرية النون الساكنة من السكون، نفس الفكرة تاعت الإدغام الكامل، لكن انتبهوا هنا، وتعرية الحرف الثاني من التشديد. هذه النقطة مهمة. في الإدغام الكامل نفس الفكرة، تعرية النون الساكنة من السكون، ما فيش عليهم التنتين سواء الإدغام الكامل أو الناقص، لا يوجد سكون فوق النون، لكن في الإدغام الكامل كان تشديد للحرف أو وجود شدة على الحرف الذي يلي النون الساكنة، لكن هنا في الإدغام الناقص لا يوجد شدة، لا يوجد شدة. طيب بالنسبة للتنوين، بتتابع حركتي التنوين، نفس الفكرة، لكن أيضا هنا مع عدم تشديد الحرف الذي بعده. طبعا هنا في الياء راح يكون أو الواو. مثال على ذلك، في الياء من يفسد،
الإدغام موجود والغنة موجودة، لكن نجد أن الياء لا يوجد عليها شدة. خير يوفى، أيضا هنا تتابع للحركتين، حركتين التنوين، لكن الياء لا يوجد عليها شدة. إذا هذا بالنسبة للياء. طب بالنسبة للواو نفس الفكرة، مولي مولي باغي ولا، هكذا ينطق هذه أو تنطق هذه الأمثلة. أبو أيمن رفع اليد تفضل. من فضلك هاي النقطة بالذات هي رواية أم دراية؟ عدم وجود الشدة هنا مع أنه هو إدغام، وتعريف الإدغام نقول إدخال الحرف الأول أو المدغم بالمدغم فيه وتشديد المدغم فيه وتشديد، ونقرأها مولي، ولكن لا يوجد شدة. سؤالي عدم وجود الشدة رواية أم دراية؟ جزاك الله خير. الله يبارك فيك، دائما أسئلتك جميلة ورائعة، الله يبارك فيك. هذا الضبط لم يكن في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا لم يكن رواية يا أبو أيمن، لأن الرواية هكذا تلقيناها عن شيوخنا وشيوخنا عن شيوخهم وهكذا حتى نصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر لم يكن موجودا في زمن النبوة. ما أقصد هنا الضبط لم يكن موجودا. طيب هل هو دراية؟ الدراية هو تمعن العلماء وتفحصهم في ذلك. الضبط الموجود أمامنا على الشاشة هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا. العلماء عندما جاءوا وقالوا لابد أن نبين الفارق بين مثلا الإضغام الكامل والإضغام الناقص، نبين الفارق بين الإظهار والإضغام، هذا من رحمة الله بنا ومن اهتمام العلماء في كتاب الله وفي دستور هذه الأمة، عندما يضعوا لكل شيء معين أو لكل ضبط معين شكل معين. قبل قليل عندما قلنا وسألت هذا التنوين، تنوين الضم، في رأيكم ماذا يأتي بعده؟ على طول جاوبتم وقلتم أنه لابد أن يكون أحد أحرف الإظهار. كيف عرفتم؟ بمجرد أنه أنا أنظر، يعني لو كان في نهاية الصفحة، الصفحة قبل ما أقلب الصفحة، كان تنوين ضم، ضمتين وضمة وتتابع والضمة الثانية عكس الأولى وكذا، مباشرة سوف أقول ما بعد هذا الكلمة حرف من حروف الإظهار، وإذا كنت يعني مش حافظ للصفحة التي تليها، فمباشرة سوف أقول إنه الحرف الذي يليها هو حرف من أحرف الإظهار. طب كيف عرفت؟ من هذه الأشكال التي وضعوها العلماء، ومن هذا الضبط العجيب والجميل الذي وضعه العلماء كي نتعرف على الأحكام من غير ما نعود إلى مثلا الأحكام النظرية. ممكن أنا فقط مجرد ما أرى أعرف أنه والله هنا حكم كذا وحكم كذا، وهذا كما قلت من رحمة الله بنا ومن اهتمام العلماء في كتاب الله سبحانه وتعالى. إذا هو من باب الضبط يا أبو أيمن ليس إلا. الأخت عبير رفع اليد. دكتور سبحان الله، يعني جاء في خاطري وانت تشرح لموضوع تعب العلماء على هذا التشكيل، ولكن لولا رواية النبي صلى الله عليه وسلم وصلتنا بهذا القول، بهذه يعني بهذه المعلومات، او انه وصل قراءة القرآن برواية النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشكل، ما اجتهد العلماء ووصلوا لهذه المواصيل. طبعا نحكي احنا قبل التشكيل وما كان القرآن مشكل أصلا، فكان الحافظ أو اللي بيقرأ قرآن إذا رأى الحرف الذي يتبع الحرف المنون بالقرآن يعلمه. إحنا نحكي بالتتابع، بس هي الله يجزيهم الخير طبعا العلماء اجتهدوا في إنه وضع التشكيل أصبحت المادة الآن دراية، أما أعتقد إنها الأساس أساسا هي رواية النبي صلى الله عليه وسلم. لا لا صبير، لا لا نريد أن نخلط بين الأمور، هي ليس رواية عن النبي، هي الفكرة في هذا الضبط ليس رواية عن النبي، كما وضع الحركات وهذه الأمور هذه لم تكن في زمن النبوة، هذه جاءت بعد ذلك، وإن شاء الله راح نخصص لها بإذن الله تعالى في نهاية هذه الدورة المباركة، سوف نخصص عدة لقاءات بإذن الله تعالى نتحدث فيها عن بعض الأمور مثل ضبط المصحف ورسم المصحف وهذه الأمور، حتى يكون عندكم يعني علم، يكون مدخل لهذه العلوم بإذن الله تعالى. لكنه لا نريد أن نخلط بين الضبط والرسم. الرسم الآن هذه الميم والنون والواو هذا يعتبر رسم، هذا كان في زمن النبوة،
لكن الحركات والتشكيلات وهذه السكون وهذه لم تكن في زمن النبوة، هذه جاءت فيما بعد. هذا كما قلت من حرص أهل الدين وأهل الإسلام وعلماءنا الأجلاء على ضبط المصحف وقراءة المصحف بالشكل الصحيح، وضعوا لنا هذه الأشكال. إحنا نرى الآن في زمننا الحالي القرآن أصبح يلونه، ونرى أحيانا بالعشرين لون وثلاثين لون في الصفحة الواحدة. لماذا؟ من باب التيسير على الأمة. فنرى أنه والله يرسموا مثلا الإضغام بلون، الإخفاء بلون، التقاء الساكنين بلون كذا، هذه الألوان، لأنه هذا الأمر أصبح ميسر. لكن في القديم لم يكن هذا الأمر أمر الألوان ميسر. طب ماذا يفعل العلماء؟ قالوا نضع أشكال معينة. ما هو الشكل؟ قالوا مثلا في الإضغام الكامل نضع شدة، في الإضغام الناقص نضع شدة، هذه الأمور حتى توضح لنا الصورة، يعني نستطيع أن نقرأ القرآن بهذا الشكل. إذا نعود ونقول هل هو رواية؟ لا، مش رواية، قراءة القرآن رواية، لكن هذا الضبط ليس رواية وإنما اجتهاد من العلماء. الأخت سميرة رفع اليد. أنا أفضل هناك فرق بين ضبط المشارقة وضبط المغاربة. مثلا ضبط الإضغام الناقص في رواية في مصحف ورش هم يضعون سكون على النون ويشددون الواو أو الياء. طيب إحنا إن شاء الله في نهاية هذه الدورة إن شاء الله أيضا نضع بعض الأمور التي يعني فيها فارق بين المغاربة والمشارقة، بالذات في الضبط وفي الرسم. مثلا عند المغاربة الفاء لا يضع لها نقطة، مثلا القاف يضع لها نقطة واحدة، وهذه الأمور ممكن إن شاء الله في نهاية الدورة بإذن الله تعالى نتعرف على مثل هذه الأمور. دورتنا يا جماعة دورة جامعة وجامع بإذن الله تعالى، وسوف تجدوا فيها الأشياء جميلة بإذن الله تعالى. لا تستعجلوا، سوف يعني تشفي صدوركم بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى، ولا يهمكم بإذن الله. نور رفع اليد. دكتور، هلأ بالنسبة لهذا الضبط تعرية النون من السكون، وكمان إنه ما في شدة على الياء أو الواو، ما بنقدر نقول إنه العلاقة بين الحروف تقارب، إنه في تقارب بين الحرفين بين النون والياء؟ لا 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 لا، ما إله. هما قالوا والله في عنا إضغام كامل وفي عنا إضغام ناقص، الإضغام الناقص مع الواو والياء، والإضغام الكامل مع باقي الحروف، طبعا على اعتبار إنه النون والميم كامل على الراجل. فقالوا عندنا قسمين، كامل وناقص. كيف سنفرق؟ لو أنا قلت لأي واحد فيكم والله نون ساكنة وبعدها حرف غير مشدد، وهذه النون لا يوجد عليها سكون، برأيك ما هو هذا الحرف؟ مباشرة سوف تقول واو أو ياء مباشرة. يعني أنا لو سألت هذا السؤال في الاختبار أو الآن، قلت لكم تصوروا الآن عندنا نون ساكنة ولا يوجد عليها سكون، لا يوجد عليها إشارة السكون أو شكل السكون، وبعدها حرف غير مشدد، ما رأيكم هذا الحرف أو ما حكم هذا الإضغام؟ مباشرة سوف تقولوا إضغام ناقص. طب بناء على إيش؟ على أنكم عرفتوا أنه الإضغام الناقص في النون والتنوين أو في النون تحديدا لا نضع سكون على النون ولا نشدد الحرف الذي بعدها، فهذا علامة الإضغام الناقص، عرفتوها. هذا من باب التوضيح العلماء لهذا الأمر، ليس أكثر من ذلك. تمام؟ تمام دكتور، جزاكم الله خير. إذن هذا مع الواو والياء كما شرحنا قبل قليل. بعض الملاحظات وإن شاء الله راح نختم بعد قليل. إدغام النون الساكنة أو التنوين في النون هو للتماثل، هو للتماثل. وإدغام النون الساكنة أو التنوين في الميم هو للتجانس. وإضغام النون الساكنة أو التنوين في باقي الأحرف هو للتقارب. إذن النون أو التنوين في النون للتماثل، والنون الساكنة أو التنوين في الميم للتجانس، وباقي الأحرف هي للتقارب. وهذا إن شاء الله سنأخذ عليه لقاء كامل بإذن الله تعالى، علاقات الأحرف، وسنتعرف على التماثل والتجانس والتقارب بشكل موسع بإذن الله تعالى. الملاحظة الرابعة أن الحكمة والعلة من الإضغام هو التخفيف على الأمة. الوقت مر معكم بشكل سريع، كان لقاء ماتع ونافع بإذن الله تعالى، وإن شاء الله نجد من وراءه الكثير من المعلومات المهمة التي سنستفيد منها بإذن الله تعالى في قراءتنا للقرآن. تحدثنا في محاضرتنا لهذا اليوم عن الإضغام، وبينا أن حروف الإضغام هي 6 أحرف مجموعة في كلمة يرمون،
وهي الياء والميم والراء واللام والواو والنون، وهذه الست أحرف مقسمة إلى قسمين، إدغام بغنة وإدغام بغير غنة. وأيضا تحدثنا عن الإدغام الناقص والإدغام الكامل، وقلنا أن إدغام النون الساكنة أو التنوين في الواو والياء إدغام بغنة وهو إدغام ناقص بلا خلاف، إدغام النون الساكنة أو التنوين في اللام والراء إدغام بغير غنة وهو إدغام كامل بلا خلاف، أما إدغام النون الساكنة أو التنوين في النون والميم إدغام بغنة وهو كامل على الراجح. لا ننسى أن هذه المحاضرة بإذن الله تعالى ستنزل قريبا على قناتنا على اليوتيوب. كالمعتاد نطلب منكم دعمنا بوضع لايك أو الاشتراك في هذه المحاضرات والتعليق عليها كي يعم النفع ويكون لكم مشاركتنا الأجر في هذا العلم النافع بإذن الله تعالى. وهذه قناتنا على التليجرام، من أراد أن ينضم إلى هذه المحاضرات فممكن تصوير الباركود. أسأل الله لي ولكم النفع والقبول والسداد. سبحانك رب لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين. طيب من عنده سؤال أو استفسار في محاضرة اليوم؟ الأخ سائدة. السؤال اللي بطرح نفسه، لما قلنا الإظهار إظهار مطلق يعني في الكلمات الأربعة، لماذا خصص الإظهار المطلق في هدول الكلمات بالذات يعني لماذا ما قال في كلمات أخرى مثلا؟ إيش الحكمة من ذلك؟ لا يوجد، لا يوجد نون ساكنة بعد أحد أحرف الإضغام إلا في هذه الكلمات الأربعة فقط. نعم. صنوان الدنيا وبنيان. والحكمة نعم، والحكمة يعني من منع الإضغام يعني هو على أساس يعني تغيير المعنى مثلا؟ بعض العلماء علل هذا الأمر بأنه تغيير المعنى، أو مثلا ممكن يكون تضعيف قنوان مثلا قوان، صنوان صوان كما قلت هو الحجر الصلب، لكنه في النهاية الرواية، يعني لو رواية نعم. كان ضمن، كان قلنا دية قوان صوان كان ضمن ما فيها مشكلة، لكن الرواية تمنعني من ذلك. لكن نعم العلماء بعد ذلك نظر قال طب ليش منع؟ قال والله ممكن يكون تضعيف، التضعيف أو تغيير المعنى، دية أصبحت المعنى تغير فممكن يكون من تغيير المعنى، لكنه نعم. هو الرواية. طب هل يوجد غير هذه الأربع كلمات؟ لا لا يوجد فقط. نعم تمام بارك الله فيك. تعقيب بسيط بس على الغنة، يعني طب لماذا طالما إنه ليس بقبض الإصبع وبسط، لماذا مثلا إحنا منذ الصغر علمونا إنه مثلا أقبض وبسط؟ طيب الآن يعني في العلم الحديث قال لك لا، يعني مرحلة الشاب أو الرجل الكبير في السن بيكون في تيبس في العضلات والقبض والبسط والإصبع، فاختلفوا، فمنهم من قال لا الغنة بالسماع أدق، هل هذا صحيح؟ هو كله سماعنا يا سائدة، كله سماعنا، لكن نعم. العلماء حتى أحيانا يسهلوا، يعني الآن في أنتم تقولوا في العلم الحديث، الآن بعض العلماء يقولوا أو بعض الشيوخ يقولوا والله مقدار الحركة هي ثانية وأعمل ثانية وكذا، هذا ضبط من العلماء ويعني قول العلماء، لكن نرجع إلى مشايخنا وعلمائنا الأجلاء كلامه معتبر، يقول لا الحركة هي مقدارها حركة المعروفة الفتحة والضمة أو الكسرة، وهذا كما قلنا أدق للاعتبارات التي تحدثنا عنها، لكن قبض الأصبع وبسط الأصبع يعني كما قلت آخر شيء قبل قليل أنه حتى في التلاوة للشخص نفسه بين الحذر والتدبير والتحقيق سوف يفرق معه هذا الأمر، فمقدار الحركة، وهذا سنأخذه أيضا في المدود أنه مقدار الحركة هو الحركة المعروفة الفتحة والضمة أو الكسرة. جزاك الله خيرا. بورك مختلف. دكتورة فايدة تفضل. دكتور مثلا سؤلنا ما هي أنواع الإضغام، هل نجيب كامل ناقص أم بغنة وبغير غنة، أو أين كيف نصنف الآن يعني؟ نضع نقول كامل بغنة الآن بغنة. إذا سئلت عن أحكام النون الساكنة والتنوين وقلنا ما هي أنواع الإضغام، مباشرة نقول إضغام بغنة وإضغام بغير غنة، لكن إذا أردت أنا بحيث الكمال والنقص أقول لك هناك في أحكام النون الساكنة والتنوين إضغام كامل وإضغام ناقص، بين هذا الأمر، لكن إذا سألت السؤال الأول كمال ماذا؟ نعم كمال يعني كمال ماذا؟ كمال الإضغام أم الكامل والناقص، لكن سألت مباشرة في أحكام النون الساكنة أو أقسام أحكام النون الساكنة والتنوين من ناحية الإضغام مباشرة، هذا السؤال يتعلق ويقصد به
الإدغام بغنة والإدغام بغير غنة، هذا الأول. لكن الناقص والكامل يعني شيء ثاني أو مرحلة ثانية، هذا أكثر تحديدا. إذا قلنا والله في من حيث الكمال والنقص فرق بين في أحكام النون الساكن والتنوين من ناحية الإدغام تتحدث عنه، لكن سؤال مباشر لو أنا قلت لك فرقي في أحكام النون الساكنة أو هناك أنواع في أحكام النون الساكنة والتنوين أو الإدغام في أحكام النون الساكنة والتنوين، مباشرة تقولي إدغام بغنة وإدغام بغير غنة، هذا هو الأول الأساس. طيب من عندما في التعليم مثلا نبدأ بهذا بغنة وبغير غنة ثم نوضح أيضا الكامل والناقص. يعني مثلا لو أردت أنا أنه أنا أعلم شخص شيء سريع، يعني أنا معي دقيقة وأريد أن أعلم هذا الشخص، أريد أن أعلمه القرآن أو الإدغام بشكل سريع، لا أدخل على الإدغام الناقص والكامل، أقول والله في عندك إدغام بغنة وإدغام بغير غنة، الإدغام بغنة لابد أن آتي بغنة من الخيشوم، والإدغام بغير غنة لا آتي بغنة من الخيشوم، هذا هو الأساس. الإدغام الناقص والكامل نوع من التوسع في الأمر. تمام دكتورة؟ تمام، جزاك الله خير، ربنا يحفظك. الأخت هويدة، حضرتك لو أنا هعلم يعني هدرس، أيهما الأصلح، إن أنا أبدأ بأحكام النون الساكنة والتنوين ولا المخارج؟ ينور عليك، سؤال جميل جدا. الآن خاصة في الإخفاء، يعني مثلا أقول أخفي عند حرف هجيب الغنة وأخفي عند حرف معين، يكون المتعلم يعني ما عندهش فكرة عن الحرف، أو في ناس حرف الراء طبعا صعب جدا. فلما أجي أدغم مثلا غفور الرحيم، هو اللي بيجي في لسانه في الراء، فأيهما الأفضل يعني؟ بالرغم من الكتب بتبدأ بأحكام النون الساكنة والتنوين، أنا لما درست في الكتب بتاعتي كانت أحكام النون الساكنة والتنوين في المعهد بتاعي. تمام، الله يسلمك، سؤال جميل ورائع. وأحيانا يعني بعض الأخوة والأخوات بيسألوا هذا السؤال، موضوع المخارج من المواضيع المهمة جدا، وهذا يعني الأصل أنه الإنسان يبدأ به، لكن نحن لماذا نبدأ بأحكام النون الساكنة والتنوين؟ حتى نعطي مجال في التطبيق العملي إلى أحكام النون الساكنة والتنوين، لأنها كثيرا ما تقع. فلو أخذ الطالب أو الشخص أحكام النون الساكنة أو التنوين بشكل مبدئي وأولي، سوف يستطيع أن يقرأ ويجد ما يتم التعليق عليه أثناء القراءة. لكن لو دخل على موضوع المخارج والصفات، وإحنا راح نأخذها بنوع من التوسع، موضوع المخارج والصفات، فالأمر ممكن يطول معنا. لذلك أنا أثرت أنه نأخذ أحكام النون الساكنة والتنوين قبل، ثم بعد ذلك إن شاء الله ننتقل إلى المخارج. وأنا ممن يؤيد أنه يؤخذ موضوع المخارج في البداية. لماذا؟ لأنه يحتاج وقت طويل، وخصوصا من يوجد عنده خطأ أو مشكلة في مخرج من المخارج، لذلك نحتاج أنه يكون من البداية يصحح هذا الخطأ. لكن نقدم أحيانا أحكام النون الساكنة والتنوين والميم طبعا الساكنة، هذا من باب أنه كثيرا ما تقع في المصحف، ويكون عندنا شيء ممكن نحن نعلق عليه للطالب أثناء التلاوة. هذه الفكرة. طيب مين عنده سؤال؟ أستاذ نجاح تفضلي. هو نفس تقريبا أو شطر ثاني من السؤال اللي سألت لك إياه قبل شوي. الإدغام الأكمل ما يكون، أنت حكيت قبل شوي دكتور أنه الحرف الثاني يكون مشدد، أما الإدغام الناقص يكون غير مشدد، معناته هذا الفرق بين أكمل، لما نقول إدغام كامل أكمل ما يكون، وهو الشدة اللي وضعت على الحرف الثاني. الأنقص يكون أقل زمناً معناته. طيب أنا إذا مثلاً في صدى تعليم أو تعلم، إذا الطالبة جاوبت إدغام كامل بغنة حركتين، أفصل لها ولا يعني صح؟ الأكمل راح يكون يعني أطول من الناقص يا دكتور، صح؟ أستاذ نجاح، إحنا لا نتحدث عن ضبط في الإدغام الكامل أو الغنة الكاملة أو الأكمل ما تكون، لا نتحدث عن الضبط. أنت الآن يبدو لأنك أنت خلطت بين الضبط وتعريفنا أو حديثنا عن لا، أنا فاهمة التعريف وفاهمة، بس أنا لما طالبة أو تجيبني أنه إدغام كامل بغنة حركتين، يعني خلاص أكتفي أنا بهذا الجواب سواء أكمل ما تكون أو ناقص بغنة؟ لا، ما هو أنت إذا كنت بتتحدث عن مقادير الغنى يكون فيه نوع من التوضيح. طيب معناته الأكمل يكون أطول، ما تقيسه بحركتين. الفكرة مش موضوع الحركتين، الفكرة كمية الغنة، خروج الغنة التي أنا مع أكمل ما تكون، مثلا إركم معنا، الآن في غنة كثيرة،
تختلف عن مثلا الغنة الأقل منها أو الناقص أو الأنقص ما تكون، كمية الغنة التي أخرجها معها تكون أقل، لكن مقدار الغنة واحد في الحركتين، يعني حركتين الغنة واحد على الحركتين، الغنة المقدار واحد لا يتغير، لكن كمية خروج الغنة وظهور الغنة هي المقصود في أكمل ما تكون وأنقص ما تكون. هذه الأمور مش نخلط بين الأمور، يعني الفكرة في هذيك إنه كمية الغنة فقط لكن مقدارها واحد لم يتغير. تمام، جزاكم الله خير. الأمور واضحة يا جماعة؟ تفضل أكثر ضع. السؤال الأول، حكم النون والقلم وياسين والقرآن، هل هو إظهار مطلق أم نقول إظهار أكهو؟ الإدغام النون ساكنة في الميم، هل هو من قبل المتجانس أو المتقارب؟ لأننا نعلم أن المتجانسين هما الحرفان ويختلفان صفة. بالنسبة للنون انقطع الصوت أخت رضا، لكنه أنا سوف أجاوبك على ما سمعت من حضرتك. السؤال الأول هو يتم القرآن ونون والقلم، يعني بعض العلماء قالوا إظهار مطلق، لكنه إحنا لا نسر على هذا الأمر، فالإظهار المطلق هو مخصص في الأربع كلمات، وهذا ياسين والقرآن ونون والقلم من المستثنيات، يعتبر من المستثنيات ولا يعتبر من ضمن الإظهار المطلق، وهذا ما نسير عليه وما يعني يتم تعريف. طيب بالنسبة للنون الساكنة مع النون هي تماثل، والنون الساكنة مع الميم هي تجانس. سوف تقول كيف تجانس؟ نقول تجانس في الصفات، وهذا إن شاء الله سوف نتحدث عنه بشكل مفصل بإذن الله تعالى عندما نتحدث عن علاقات الأحرف. وإذا أردت المعرفة السريعة لهذا الأمر، قبل حوالي أسبوع تم تنزيل محاضرة عنا على اليوتيوب لشعبة وتحدث فيها عن علاقات الأحرف قبل أيام بسيطة، فلو فتحت قناة اليوتيوب وشاهدت هذه المحاضرة سوف تستفيد منها بشكل كبير جدا عن علاقات الأحرف، وهذا إن شاء الله راح نشرحها لك هنا في هذه الدورة لكن فيما بعد بإذن الله تعالى. جزاكم الله عنا خير الجزاء شيخ. الله يحييكم. السلام عليكم نور. دكتور من بعد إذنك، في كمان الأخ أبو عبد الله عفوا أضاف، ما بعرف إذا هي ضمن استثناءات ولا لا، إنه أن همزة الوصل تمنع الإدغام لمن يرتضى مثلا. لا ليس كذلك. ليش؟ لأنه إحنا عندما نتحدث عن النون الساكنة نتحدث عن نون ساكنة وبعدها حرف متحرك، لكن لمن ارتضى هذه الراء ساكنة، فإذا لا يكون هناك نون ساكنة وبعدها حرف متحرك، وإنما بعدها حرف ساكن، وهناك وفي هذه الحالة هو حكم آخر والتقاء الساكنين ويتم التخلص منه بكسر هذه النون، نقرأها لمن يرتضى، إذا يتم التخلص منها بكسر هذه النون، والسبب في ذلك أنه لا يوجد بعدها حرف متحرك وإنما هو حرف ساكن. وهنا في الإدغام نحن نتحدث عن الإدغام الصغير، أي عندما تكون النون أو التنوين طبعا النون الساكنة ساكنة والحرف الذي يليها هو حرف متحرك، لكن لمن ارتضى لا ينطبق عليه هذا المثال، وهذه الهمزة الوصل لا تمنع، لا نقول منعت من الإدغام، لأنه كما قلت ليس الراء في ارتضى هي راء متحرك وإنما هي راء ساكنة. طيب مين عنده سؤال أو استفسار؟ دكتورة فايزة. عفوا دكتور، لما تحدثت عن ياسين و والقرآن والقلم، النون والقلم، أستاذ هل هي ما يعرف بإظهار رواية؟ ما سمعتها من أحدهم يقول إظهار رواية، يعني متعلقة برواية حفظ. ممكن ممكن نطلق على إنه إظهار رواية بناء على الرواية، لأنه كما قلت أنا في أثناء المحاضرة إنه بعض القراء والرواة يدرموا ياسين والقرآن ونون والقلم، حتى الإمام حفص من طرق الأخرى طرق غير الشاطبية عنده إضغام فيها، إذن هذه الرواية حكمتني بعدم الإضغام، فممكن نقول إظهار رواية، ممكن ما في مشكلة. بارك الله فيك. تمام يا جماعة الأمور هيك؟ إذن في نهاية هذه المحاضرة لا يسعني إلا أن أقول والحمد لله لها ختام، ثم الصلاة بعد والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه وتابع من واله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.